البنات تلاقيت مع اكبر متكبر تلاقيته في حياتي. هو فوتبولور مغربي ومع كان معايا صحاباتي ماشي مغربيات و اي تي ا كوتي دونك قلت ليه يلا قلت ليه هاي كي خنزر مي فريمون سي دي لي با نورمال جا عند واحد المغربي كما دابا داخله لوتيل شفت واحد الباب قلت ليه راه اتس نوت نايس شكون هو فوتبولور زياش اللي كيبان لنا في التلفازة حاجة والواقع ناغيان ابوا. كما يكون طلع لكم اليوم شي ميم ديال حكيم زياش ولا فاتي جمالي. هادشي راجع لان فاتي جمالي خرجت بسطوريات كتشرح وكتقول انها تلاقات مع اللاعب ديال المنتخب الوطني. لقاء اللي كيف ما غتشوفوا ما كانش من هو هذاك. حيت انها كتقول انه ما تعاملش معاه مزيان وعاملها بتكبر على حسب الاقوال ديالها. ما تصوروش البعد اللي خداو هاد السطوريات فرات بارطاجاو بزاف حيت انهم بجوج معروفين، هي معروفه هو معروف، عودات القضية وقعت بيناتهم وطبيعي أن داك الشيء ياخذ بعد آخر. وليتي فين ما تدور تلقى شي ميم فيه هي ولا هو ولا شي ميم فيه تل البنش، نظرا أن فاتي جمالي كانت كتقدم واحد البرنامج اللي كان داز مع البنش وتشهرت ديك الحلقة ديال بصح، حيت موضوع البرنامج كان كخدعة هي كتجيب شي كاست وبحال ما كتعاملوش مزيان في البداية كتقمعوا ومن بعد كيقولوا لي لا راه كاميرا خفية إلى آخره. البنش فاش داز معاه في الحلقة كانت كتضحك ديال بصح بيسكو حتى هو كان كيرجع عليها داك الشيء اللي كتقول ليه. المهم حنا ماشي الموضوع ديالنا هو البرنامج بل الستوريات ديالو شنو وقع لها مع زياش. فالفيديو نحاولوا نشرحوا ونفهموا شنو وقع بالضبط بالاضافه لاننا نحاولوا نحللوا الموضوع. ولكن قبل نخليكم مع وانكس بيت. الا كنت ديجا كتلعب وكتكوتي فراه كتعتبر احسن خيار الا بغيتي تلعب على الفرق المفضله ديالك. ما تنساش تستعمل برومو كود ديالي اللي هو فرح 11 اللي غيمكن يكون انك تربح 130 دولار ضروري ما تكون فوق من 18 سنه. نزيدكم حتى واحد الجروب تيليجرام بالنسبه لاي واحد مهتم انه يلعب على الفرق ديالو اللي كتعتبر احسن واحد كاين اللي هو هذا تلقاه في الديسكريبشن. ديكاس اي واحد مشاهد وما عندناش مع الكساله. نبداو بنا نشوفوا ستوريات اللي لاحت فاتي جمالي، راه هما اللي نوضوا هادشي كامل. اليوم مع ثلاثة العشية، فاتي جمالي لاحت ستوريات كتقول فيهم الآتي: أولاً أنا تلاقات بأكبر متكبر شافته في حياتها. البنات تلاقيت مع أكبر متكبر تلاقيته في حياتي. في الأول ما ذكرهاش السمية ديالو شكون، قالت عا أنه لاعب ديال المنتخب الوطني، أي لاعب مغربي، وهادشي اللي كان كيتوقعوا كلشي ما كانش كيتسنى تسميه، ولكن في الآخر ستوري غتسمي وغتقول بالضبط شكون هو اللاعب، واحد من أبرز اللعابة ديال المنتخب الوطني وأشهرهم اللي هو حكيم زياش. شكون هو فوتبولور زياش؟ اللي شوية ولا جيتو تشوفوا عنده ديك الصورة ديال اللاعب قبيح، كتسمعش الهضرة إلى آخره، خليكم مع ستوري. يلا قلت لي هاي كيخنزر، مي فريمون سي د اللي با نورمال جا عند واحد المغربي كما من بعد غتشرح شنو وقع ليها. قلت انا كانت في المول مع صحباتها هو كان قدامها بغات عا زعما داكشي كدير فيه مزيان وانا كتبعو الى اخره. قلت لي هاي شنو دار هو خنزر فيها وما جاوبهاش. هادشي اللي قالت. قلت لك حتى شي مغربي مشى عنده حتى هو ما جاوبوش ولا ما عاملوش على حسب الاقوال ديالها. موراها قالت انه ابار داكشي اللي وقع في المول غتلاقى مع زياش في لوطيل حيت انا وقع لها كان عندهم نفس لوطيل وهي جايه. قلت لي ذاتس نوت نايس، زعما قالت لي داكشي اللي درتيه في المول ماشي تعامل مزيان باش غيجاوب زياش. كيو ترجمه ديال ام بي سي 2 تبا لك. شنو جاوبته هي؟ قالت لي كيو 2. قالت لي تبا لك ايضا. قالت راه كانت كتبغيه دابا ولات كتكرهه. خليكم مع ستوري. دابا داخله لوتيل شفت واحد الباب قلت ليه راه نوت نايس من بعد دخلت موضوع اخر فين قالت لي راه الغرور غيخرج عليك. كاين مثال ديال 10 اللعابه اللي ما عرفتش وصلوا في الكارير ديالهم، ما عرفت الملاير اللي وصلوا ليهم، واخا الفلوس ما عرفتش علاش جبتاتهم بالضبط، وهادو نيت خرجوا على راسهم. خليكم مع ستوري. واش دابا هاد لي فوتبولور ما في خبارهم شر كانوا اباطره قبل منهم وكانوا ملايريه وفي ليله ونهار وبداك الغرور ما بقى عندهم حتى ريال في اخر ايام حياتهم ولاقين ما ياكلوا والناس كيعاونوهم. موراها ولا في الاخر غتدخل صاحبتها المصريه اللي كانت شاهده على هذا الشيء ثم كتقول كتقول انا ما عمرها ما شفت شي واحد بحال هكا، انا اللعاب ديالهم محمد صلاح كيتعامل بواحد الطريقه مخالفه الى اخره كنجم ديال المنتخب المصري. وختمات فاتي جمالي بانها فهمات على الزياش ديما عنده مشاكل مع الفراقي بسبب التصرفات ديالو. خليكم مع السطور. ايوا شنو نقول لك هو عمل شوبينغ جامد كذا فمش مصدق لك ديما عندك معاهم مشاكل اول مره غادي نفهم علاش. هادو كانوا هما السطوريات اللي لاحت وهما اللي نوضوا هذا الشيء كامل والفيرتو اللي عندنا في القضيه. وفين تختلفوا الاراء مورا ما خرجت شي. اول حاجه باش نحكموا خاصنا نعرفوا كي جات الوقيته والظرفيه. داكشي علاش نرجعوا للسبت اليوم اثنين. هاد السبت هذا لعبات غالاتاسراي فريق ديال حكيم زياش ضد بنديك سبور في النادي ديال القدره جواح بجوج لزيرو. في زياش ماركا بيت من بعيد عاوتاني مع
الماركة تلاشات البيوتا في جوج ماتشات كلهم من برا كاري دي زويت، حيت لو نهار تلاش كان تألق مع الفريق ديالو غالاتاساراي ضد يونايتد. يعني زياد جي من واحد السيمانه اللي دار فيها مردود كبير، عطى فيها ديال بصح ولعب الماتشات بجوج كاملين في الماركة فيهم بجوج. غالبا البارح اي نهار الحد نهار مورا الماتش يلعبوا في الدوري يكونوا ترينوا اللعابه، والمدرب غيكون غالبا عطاهم نهار ولا يومين عطله ايها الاثنين والثلاث ديروا فيهم اللي بغاو راح تما فين غيكون زياد استغلها. ما تنساوش غالاتاساراي كاين في اسطنبول في تركيا، وهادشي اللي وقع ما بين فاتي جمالي وزياد فين وقع؟ وقع في دبي في الامارات. تقول لي فاروق كيفاش عرفتيها؟ من خلال البوست اللي خرج فاتي جمالي طالع دبي، ولا من خلال ستوريات اللي لحتي هي في لوطيل، يعني مورا موقع داكشي مباشره باش نتاكدوا انها باقا فيه كاين في دبي، حيت انها حطات واحد ستوري كيبان فيها سمي ديال لوطيل والبلاصه. باي ذا واي راه لوطيل راه اكثر 10000 درهم الليله، هذا شكون في خباركم. حاجه اخرى كما ندير بين قوسين، حنا كنتبازاو على الاقوال ديال فاتي جمالي، عندنا حتى شي راي اخر حتى شي حاجه اخرى، حنا ناخذ داكشي اللي قالت كنتبازاو عليه، يعني واش بصح ولا لا الله اعلم. الا كان داكشي بصح فرات صادفه هو وياها في هاد لوطيل في دبي في الامارات. يعني بخلاصه زياش مشى من تركيا الامارات باش يرتاح واحد النهار ولا يومين مورا السيمانه اللي كانت عنده ديال الكره ولي زونطرينمون، باش يقدر يرجع في الويكاند عاوتاني ويلعب مزيان. فطر فيه وحنا ما عارفينش شنو وقع ليه لا في نهارو ما عاد واش باش تعرف حياته. تلاقات معاه في المول في مين قالت ليه هاي خنزر فيها، يعني هو من الاول بيلا كما باغيش يدوي ما مشي هو هذاك. ومع ذلك ملي تلاقى عاوتاني حدا لوطيل ريكلامات ليه، قالت لي داكشي اللي درتي راه ما بلانش راه ماشي مزيان. اللي فاش قال لها كيو ولا تبلك بلا ما ندوي على المغربي اللي قالت لك حتى هو تعامل ما تعاملش معاه مزيان حيت خصو يدوي فهمت. وما عندنا هي قالت راه هي قالتها مين قال لها قالت لي كيو تو ما تبلك حتى انت. اول حاجه غيقولها لك دماغك هو واش ما كاينش شي سبب خلى زياد يتصرف هكاك وجعها هكاك ودار هكا، اما خمزر وسبك اما في المول ولا في لوطيل او شنو كاين شي سبب شنو السبب. وخصوصا انا زياد واخيب لك في التيران قبيح وحدودي الى اخره، ولكن في الواقع ديما في فيديوهات انا بعدا كنشوفو كيتعامل مع الجمهور. عاد السيمانه هاني تعيط على واحد المغربي من دون ناس شافو مع غالاتاساراي وسين عليه ودوى معاه، ولا شوفو على كونسونطراسيون ديال المنتخب الوطني كيفاش كيتعامل مع اللي كيتلاقى معاهم. ديما كيتصور مع الناس، عندي صحابي حجامه دونك كيمشيو يحسن المنتخب صومي كيكونوا في اسبانيا ولا بلايص اخرين، ديما كيتصور معاهم بيس كيدوي مزيان كاع اللي كيدوي عليه كيدوي عليه مزيان. ما فهمتش، يعني كاين جوج احتمالات، اما زياش فعلا ما كانش في نهارو ولا وقعت شي حاجه اللي خلاتو يتصرف هكا. كلتا الحالتين هي راه بصح بحالك اختاريتي تكون بيرسوناليتي بوبليك، اي رابور لاعب ديال الكره ممثل شي شخص مشهور، كاينه الضريبه ديال الشهره انا كتكبر بلا فان ديالك، ولكن كاينه واحد الظروف اللي خاصها تحترم. يعني مثلا داك الشخص اللي كان مع عائلته كان كياكل مثلا ولا كان في حاجه بريفي ديالو، ماشي ديما غيكون ديسبونيبل ويجاوبك بنفس الطريقه فهمتوا. ماشي لعاب مثلا غادي يتلاقى مع لي فان، هو لعاب في حياته الشخصيه كيتغدى مع عائلته، من الاحسن خليته يسالي ديك الساعه راه جوبونس هو مولف اصلا يتعامل مع الناس يوقفوه. انا من وجهه نظري يقدر يكون داكشي وقع فعلا على حسب الاقوال ديالها، عهوز تقالوا كاع لي ديتاي ولا لا الله اعلم. ما تنساوش اننا عندنا فيرسيون وحده فين ما كنظنش اننا غنسمعوا الثانيه. نتمنوا نختموا الفيديو بان نسولكم على قضيه المشاهير، واش سمحت شي حد مشهور ضروري في اي ظرفيه خصو يدير الخاطر ويخضع لي فان ولا لا؟ بغيت نسمع الراي ديالكم في لي كومونتير. صدا ما كان الفيديو ديالنا كان معكم فرق لايف، تمنى كون شرحت لكم وفهمتوا لي اهم حاجه، ونتلاقاو فيديو الجاي. تهلاو لي فراسكم. كتقول لي مي امور كنقول لها كارينيا عمري شفت شي تشيكا بحالك هكا ونيا ما كانتش انا وياك حبايبي نديرو نينيا بلاد مجاري معنا فحالنا تزاد فكينيا.